يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يضع علامة على قبر أحد أقاربه كي يعرفه ويزوره ويدعو له؟ ما يخالف إذا لم تكن كتابة ولا تلوين بالنورة أو بالبوية، أو إذا كان مجرد خط ولا حجر يضعه عليه ما في، بحيث لا يعرفه إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، فلا مانع يضع عليه حجر، يضع عليه عصا يركز فيه، عصا يحط عنده خط أو ما أشبه ذلك من العلامات التي لا يعرفها إلا هو. نعم.